برحب بحضراتكم مرة تانية، وزي ما عودنا حضراتكم دايما الكرة العالمية ليها نصيب طبعا من حلقتنا، فخلينا نروح كده لألمانيا. زوم مع مستر باتريك هوفمان الصحفي بشبكة سبورت بازر الألمانية. برحب بيك على شاشة قناة الأهلي. تحياتي، أهلا وسهلا، سعيد بوجودي معكم عبر قناة الأهلي. احنا سعداء اكتر طبعا. وخليني في البداية اسألك على حقيقة اقتراب بايرن ميونخ من ان هو يتعاقد مع كوليبالي مدافع نابولي الايطالي، وتقديم عرض رسمي لضمه في الانتقالات الصيفية اللي جاية. بالفعل قرأت عن ذلك في الصحافة والإعلام الألماني. تناولت الصحافة فعلا هذا الخبر عن ضم كوليبالي. بايرن ميونخ يريد التعاقد معه بالفعل. كما نعلم تم التعاقد مع أوباميكانو بالفعل في مركز الدفاع لتدعيم صفوف الفريق خصوصا في خط الدفاع. احتمالية التعاقد مع كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي قد تكون صحيحة، ولكن من وجهة نظري لا أعتقد أن بايرن ميونخ سوف يتم هذا التعاقد بشكل ناجح. بالفعل بكل تأكيد نرى ذلك، ونرى البايرن ميونخ يركز على إمداد فريقه وتدعيم الفريق في خط الدفاع بالفعل. طيب، هل اقترب فعلا دافيد ألابا لاعب البايرن من هو ينضم لفريق ريال مدريد، ولا في وجهة جديدة او مكان جديد للاعب في الميركاتو اللي جاي؟ وكمان عايز اسالك عن حقيقة اشتراط اللاعب على اي نادي يرغب في شرائه ان هو يلعب يا اما في مركز خط الوسط بدلا من الدفاع، ان هو يلعب في خط الوسط بدلا من الدفاع. سمعنا عن ذلك بالفعل. سوف يغادر بايرن ميونخ. أتصور ذلك أنه هناك فرق عديدة تريد التعاقد مع ألابا وضم ألابا. ريال مدريد بالفعل هناك متطلبات لضم اللاعب بكل تأكيد، فرق كثيرة تريد ضمه في الميركاتو المقبل. عما إذا كان يفضل ألابا اللعب في وسط الملعب أم خط الدفاع، أعتقد أنه يمتلك القدرات الخاصة للظهور بشكل قوي في كلتا بالفعل في كلتا المركزين في الملعب سواء وسط الملعب أم الدفاع. أعتقد ذلك، فهو لاعب جيد جدا يمتلك قدرات خاصة. ريال مدريد من أهم الفرق التي تنظر في الأمر وتريد ضم اللاعب في الميركاتو القادم. فعلا تم تناول هذا الكلام، وهناك توجهات كثيرة في ذلك، ولا ندري حتى الآن إلى أين يتجه ألابا. طيب، وفقا لمعلوماتك، هل بروسيا دورتموند هيوافق على العرض الجديد لنادي مانشستر يونايتد علشان يضم جيدن سانشو؟ يبقى سانشو بروسيا دورتموند ويل داس هام. Dass Borussia Dortmund sich von Sancho trennt, wahrscheinlich im Sommer, meinst du? بالفعل سمعنا عن ذلك. هو أمر معقد، أمر صعب. تناولته الصحافة والإعلام في ألمانيا عن ضم سانشو من مانشستر يونايتد. كان هناك مفاوضات ومحادثات عن ذلك بالفعل، ولكن بسبب الأزمة الحالية بسبب كورونا وفيروس كورونا قد يعيق بعض الأمر ويعيق هذا الترانسفير أو الانتقال. مجلة كيكر وهي واحدة من أقوى الصحف الرياضية في الإعلام الرياضي في ألمانيا تناولت الموضوع وتحدثت بتفاصيل عن انتقال سانشو لبروسيا دورتموند. أعتقد ذلك فعلا بالتأكيد بروسيا دورتموند يتمنى ويسعى لضم هذا اللاعب
سانشو من مانشستر يونايتد، ولكن وجهة نظري نرى هناك خسائر كثيرة، في أكثر من 50 و60 مليون يورو تم خسارتهم في الفترة الماضية بسبب أزمة كورونا، فالأزمة الحالية قد تعيق هذا الانتقال كما ذكرت لحضرتك. على سبيل المثال كان هناك تشيلسي في مرشحين كثيرين، يعني ينظر لبروسيا دورتموند لضم بعض اللاعبين، والعكس ايضا هناك تشيلسي وليفربول ينظرون الى ضم بعض اللاعبين بروسيا دورتموند. طيب بالفعل. في تقارير انجليزيه كتير يعني كانت بتتكلم مؤخرا حول اقتراب يورجن كلوب طبعا مدرب ليفربول من تدريب المنتخب الالماني بعد المدرب الحالي يواكيم لوف بعد المشاركه في مونديال 2022. يمكن الاخبار دي بنسمعها كتير جدا واراء كتير حول الموضوع ده انه يورجن كلوب هو الاقدر بتدريب المنتخب الالماني. بالتأكيد هناك في ألمانيا يتناولون الكثير الحديث عن ذلك، ليس فقط في إنجلترا أو التقارير الإنجليزية. أعتقد أن هناك مفاجآت كثيرة قد تحدث في هذه الآونة في كرة القدم بخصوص المنتخب الألماني وتدريب المنتخب الألماني. أنا لا أعتقد أن كلوب سيصبح المدرب أو مدرب المانشافت الألماني خلال الصيف القادم، ليس بهذه السرعة. عندما لابد علينا أن نرى ماذا سيحدث في بطولة الأمم الأوروبية. بطولة الأمم الأوروبية قد لا تقام بسبب أزمة كورونا كما نعلم، ولكن أعتقد سوف نتابع ذلك. وهناك الحديث عما إذا كان المانشافت سيقدم عروض قوية ونتائج قوية في خلال هذه البطولة، عندما لا يستطيع لوف مع المنتخب الألماني تقديم العروض القوية أو التي يتمناها الألمان والكثيرون هنا، فأعتقد أن كلوب سوف يأتي قبل نهاية عقد لوف، لأن عقد لوف يمتد حتى 2022 عام 2022، وبعد ذلك بداية من 2023 سوف يكون هو المرشح الأبرز لتدريب المنتخب الألماني، إلى أن يحدث احتمالية ربما لا يقدم المنتخب الألماني كما ذكرت لحضرتك النتائج والعروض القوية في بطولة أمم أوروبية، فقد يأتي كلوب بالفعل. أكيد. بمناسبة مباريات الدوري الألماني خليني أسأل حضرتك أنه في استطلاع رأي أجرى مؤخرا أسفر عن رفض الجماهير الألمانية أن هم يحضروا مدرجات ملاعب البونز ليجا في الوقت الحالي، وده طبعا بسبب ظروف جائحة كورونا. إيه الأثار السلبية اللي ممكن يتسبب فيها ده إقامة المباريات بدون جمهور؟ بالتأكيد كان هناك استطلاع رأي وسؤال الألمان الجماهير الألمانية عما كانوا يحبون ويريدون الذهاب إلى الملاعب المدرجات لحضور المباريات، ولكن فعلا بالتأكيد تم الرفض ذلك وأبدوا عدم رغبتهم بسبب اللوك داون وهذا بسبب ظروف جائحة كورونا. بالتأكيد أعتقد أن هذا الأمر أمر شيق ورائع، فهناك عدد كبير من نسبة كبيرة من الألمان يودون ويريدون بكل تأكيد الذهاب إلى المدرجات، ولكن دعيني أوضح لحضرتك أن الأمر هنا في ألمانيا معقد بعض الشيء، صعب بسبب أزمة كورونا، هناك إغلاقات كثيرة ليس فقط في كرة القدم. عندما نتحدث كرة القدم ليست هي الأهم، الصحة هي الأهم ولابد أن نتعايش مع ذلك ونحترم ذلك. هناك إغلاقات كثيرة، المحلات الأهم الأماكن تم غلقها في بسبب أزمة كورونا جائحة كورونا، هذا اللوك داون سوف يمتد لأوقات طويلة. بالتأكيد هذا قد يأتي بآثار سلبية مادية، وهذا موقف صعب على الأندية بكل تأكيد. نركن بايرن ميونخ على
في جانب لأن بايرن ميونخ لديه الكثير من المال، قد حقق بعض الألقاب والبطولات في الفترة الأخيرة، ودع وقامت هذه البطولات بتدعيمه ماديا، ولكن عندما ننظر إلى الفرق الألمانية الأخرى فقد يعانون بسبب عدم حضور الجماهير للمباريات في الملعب أو مدرجات. بالتأكيد هذا لديه آثار سلبية على من الناحية المادية والمالية على الأندية. عندما ننظر إلى الفرق الأخرى بكل تأكيد أتمنى أن لا يمتد هذه الأزمة لفترات طويلة، لأن بذلك قد يخسر الفرق كثير من الأموال ولا يستطيعون تدعيم صفوفهم من اللاعبين. على سبيل المثال للانتقالات القادمة في صيف الميركاتو القادم، قد يؤثر ذلك على خطط الانتقال والاستراتيجيات الانتقال لكثير من الأندية بكل تأكيد. لكن مستر باتريك خليني أسألك، بما أن الوضع بالشكل ده في ألمانيا، هل من الممكن من جديد يقف نشاط الدوري الألماني أو توقعاتك لأي من دوريات العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، ولا مش هنرجع للأيام دي تاني؟ سؤال جيد، وحدث ذلك بالفعل في 2012، كان هناك بعض الأزمات. أعتقد هذا في 2020 العام الماضي أثرت بالفعل كورونا وأدت إلى الإغلاق الكامل ووقف البوندسليغا أو الدوري الألماني أو النشاطات الرياضية في ألمانيا. أعتقد أن ألمانيا هي من أول الدول التي عادت إلى هذه النشاطات وتحريك النشاط الكروي مرة أخرى في البلد في ألمانيا. أعتقد أن الأعداد تزيد في هذه الفترة في ألمانيا، وهناك كما ذكرت لحضرتك أن تم غلق كثير من المحلات والفنادق والأماكن الهامة، ورغم كل ذلك البوندسليغا مكملة ونشاط كرة القدم يسير الأمر على ما يرام، ولا هناك أي كلام أو مفاوضات أو حديث عن غلق أو تعطيل النشاط الكروي في أو توقف البوندسليغا أو الدوري الألماني. لا أعتقد ذلك. عندما ننظر إلى بايرن ميونخ وما حدث في قطر وفوز بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية، وما حدث مع ميلر كما نعلم أصيب بفيروس كورونا في قطر، أعتقد أن كان هذا السبب من الأسباب التي قد تؤدي إلى التوقف النشاط الكروي، ولكن ورغم كل ذلك ما زالوا مستمرين. خليني أسألك أخيرا، هل بتتوقع أن ليفاندوفسكي أو الجماهير الألمانية إزاي شايفة ليفاندوفسكي اللي هو قدر يفوز بجائزة ذا بيست أو أفضل لاعب في العالم، هل بيتوقع أنه في المستقبل يكون شأنه شأن كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم أو ليونيل ميسي؟ Ich habe gerade leider den Namen nicht verstanden, bitte. Lewandowski, wie findest du? Meinst du Lew? Achso, Robert Lewandowski. ليفاندوفسكي هو من أهم. أعتقد من وجهة نظري لا يصل إلى هذه المرحلة كما فعل ميسي وكريستيانو رونالدو. هو سؤال جيد. أنا أعتقد بالفعل هو لاعب ناجح على في إطار البوندسليغا والدوريات الأوروبية، يعني أوافق حضرتك الرأي، ولكن لا أرى من وجهة نظري أنه سوف يصل إلى المرحلة ما وصل إليها ميسي أو رونالدو أو ده محمد صلاح على سبيل المثال. هؤلاء اللاعبون كتبوا تاريخ، وضم محمد صلاح لهم. ليفاندوفسكي لاعب قوي وحقق ألقاب لشخصه في الأعوام الأخيرة أو في الوقت الأخير، ولكن لا أظن ذلك.
بشكرك على صراحتك مستر باتريك هوفمان، وبتفق معاك في الرأي. يمكن صعب شوية أنه حد يوصل لمستوى ميسي أو رونالدو أو بيبان من بدري شوية، ولكن يبقى ليفاندوفسكي من أفضل اللعيبة في العالم، وشوفنا الحقيقة أنه قدر يفوز بجائزة ذا بيست ومسيطر على كل البطولات مع فريقه بايرن ميونخ.